أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمسين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة، لعنه إياهم على ذلك. السابعة، أن مواده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة، معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة، أنه قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته.